أما المطار، المطار هو اللي حاليا هو هذه الساعة حكم إلى الخطوط، يعني الرحلات مع فرنسا. هو مع الدخول هذا إن شاء الله قبل نهاية السنة راح نفتح حتى خطوط الداخل، لا سيما مع المناطق الجنوب، في حيث في عمال يعني بكمية معتبرة ينتقلوا يوميا عن طريق الحافلات. أما الميناء اليوم اللي هي الوظيفة تاعو أكثر، والتصدير، التصدير يعني مادة الإسمنت اللي محسوب تقريبا هي الوظيفة تاعو، ولكن هذا يتطلب التدعيم تاعو ونهيوه باه يروح أكثر في الوظيفة تاع التصدير. وراح ننطلق بعملية، احنا انطلقنا الدراسة حاليا تكفى ندعم الأرصفة تاعو، الرصيف هذا الرئيسي، وزيادة يعني على لو بلون دو كيف يعني نظفوه. نشاط مفتوح لأي من أراد أن يفتح ورشة، يعني مركز للمراقبة التقنية للسيارات، نعطيه له كل تسهيلات، ما فيهش يعني عدد يعني محدود لولاية، العدد يحدو يعني هو الطالب، احنا نمشيو على الوفرة. إذا نشاط مفتوح لأي يعني شاب، لا سيما يعني في المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، الاستثمار حتى يعني من باب القروض، البنوك ترافق هذه العملية. إذا نشجع، وراح حتى مؤسسة النقل الحضري لمدينة شلف عطينا لهم يعني الموافقة باه ينشأ المركز تاعهم هما.